اعتصموا بحبل الله جميعا ويساعدكم على هذا ويجعلكم على مثل الشمس أن ترجعوا لفهم السلف الصالح. قال إذا أذنب استغفر، أي إذا وقع في الذنب بادر إلى الاستغفار. إذا وقع في الذنب بادر إلى الاستغفار إلى الله جل وعلا، ويعلم أن الله عز وجل يغفر الذنوب ويعفو عن السيئات، ولا يتعاظمه تبارك وتعالى ذنب أن يغفره، ولهذا لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله. مهما كان ذنبه ومهما عظم جرمه فإنه يبادر بالأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة العبد الذي أذنب ذنبا ثم قال استغفر الله، قال الله تعالى أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب غفرت له، ثم عاد العبد للذنب ثانية واستغفر، قال أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب غفرت له، وتكررت من العبد، ثم قال في تمام الحديث ماذا؟ اعمل ما شئت فقد غفرت لك، أي ما دمت على هذه الحال، انتبهوا، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، أي ما دمت على هذه الحال ملازما للاستغفار مجاهدا نفسك على ألا تقع في المعصية وألا تقع في الخطيئة. وإذا بدر منك زلل أو وقعت في خطأ بادرت إلى الاستغفار ما دمت في هذه الحال على هذه الحال فأنت مغفور لك. وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ابن آدم ليس معصوما، ابن آدم ليس معصوما، ابن آدم خطاء، لكن له رب يغفر سبحانه وتعالى ويتجاوز ويصفح عز وجل. ولهذا إذا وقع العبد في ذنب جرته إليه نفسه الضعيفة ودعاه إليه الشيطان أو جره إليه قرناء السوء وخلطاء الفساد أو أغوته نفسه للوقوع فيه، عليه أن يعلم فورا أن له رب يغفر الذنب ويتجاوز. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يزال العبد بخير ما دام يعلم أن له ربا يغفر ويتجاوز ويصفح سبحانه وتعالى. وأما ابن آدم فضعيف وكثير الخطأ والزلل ودواعي الخطأ كثيرة جدا، ليس العجب ممن نجا كيف نجا، ولا ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. الأمور التي تجر الإنسان إلى الخطأ كثيرة جدا، لكن لا يزال العبد بخير ما دام يعلم أن له ربا يغفر. ولهذا لا يزال العبد يجاهد نفسه، يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب وعدم الوقوع فيها، وإذا انفلتت نفسه ووقع في زلة أو وقع في خطيئة بادر إلى الاستغفار. ومن عظيم حب الله جل وعلا للاستغفار والمستغفرين قال عز وجل في الحديث القدسي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله جل وعلا فيغفر لهم. ولهذا ربما كان بعض الذنوب على الإنسان خير له، ربما كانت بعض الذنوب على الإنسان خير له، لأنها تفتح عليه باب ندم عظيم وباب استغفار كثير. ربما بدون هذا الذنب يقل استغفاره، لكنه يقع في ذنب وزلة ثم يقع في قلبه حياء عظيم من الله عز وجل ومراقبة لله وألم وندم على ما وقع فيه من ذنب وخطيئة، فيكثر على لسانه الاستغفار كثرة ربما لا تكثر على لسانه لولا أنه وقع في هذا الذنب الذي ابتلي به. ولهذا لا يزال العبد بخير ما دام أنه إذا أذنب استغفر.
إذا أذنب استغفر.